اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفنا في الفتره في الفقره الاخيره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمنتخبنا الوطني الاولمبي في هذه المباراه وثلاث نقاط في افتتاحيه بطوله كاس افريقيا المؤهله للاولمبياد طوكيو 2020. دكتور احمد ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبار الاحصاءات والارقام ايه؟ طبعا في البدايه مبروك لمنتخب مصر والجهاز الفني واللاعبين الفوز، بالتاكيد فوز مهم، فوز معنوي مهم دايما في البطولات المجمعه، ان انت تكسب اول مباراه بغض النظر عن الاداء لا بتديك دفعه، خاصه في البطوله اللي هي المؤهله للاولمبياد دي برضو بتختلف شويه عن كاس الامم، ان كاس الامم بيبقى فيها دور 16 دور 8 دور 4، لكن دي انت كسبت عايز تكسب ماتشين في دور المجموعات وبعد كده عندك فرصتين، ماتش نص النهائي حتى لو خسرت عندك ماتش ثالث ورابع، لان هم اول ثلاثه اللي بيوصلوا اولمبياد، فبالتاكيد الفوز برضو الضغط العصبي بيبقى جامد قوي مباراه الافتتاح خاصه لما تكون على ملعبك، وبالتالي فوز معنوي مهم جدا، بالتاكيد في ايجابيات وفي سلبيات في كل فريق او في الفوز النهارده. الايجابيات زي ما قلنا رقم واحد الثلاث نقط مهمه جدا، الحاجه الثانيه الجبهه اليسرى، الجبهه اليسرى عندنا تعتبر احسن اقوى حاجه بننفذ من خلالها التكتيك بتاعنا الهجومي، احمد فتوح ورمضان صبحي، يمكن احمد فتوح عمل مباراه كويسه جدا هو ورمضان صبحي، بالنسبه للارقام هنلاقي ان احمد فتوح صنع هدف، عامل 11 تمريره قصيره يعني صنع هدف اهو، قطع الكره 11 مره، تاني اكتر لاعب حصل على اخطاء 4، تاني اكتر لاعب صنع فرص بعد رمضان صبحي صنع فرصتين، نسبه دقه عرضياته 50%، اكتر لاعب عمل كرات عرضيه 6 عرضيات بنسبه دقه 66.6%، وبالتالي الارقام بتاكد ان احمد ابو الفتوح عمل ماتش كويس جدا في الجبهه اليسرى. اللاعب التاني برده رمضان صبحي ده برده تكمله للجبهه اليسرى، والفكره برده في رمضان صبحي فكره الشخصيه، فكره القياده، رمضان صبحي بيلعب دور مهم جدا في الشخصيه والقياده في منتخب مصر، بصراحه بيلعب بروح، لعيب يعمل تاكلينج في الدور الدفاعي، يمكن هو اكتر من استلم الكوره من لاعبي منتخب مصر 27 مره، دقه تمريراته 74%، اكتر لاعب صنع فرص في المباراه رمضان صبحي 3 فرص، قطع الكوره 5 مرات، وتاني اكتر لاعب عامل عرضيات بعد احمد ابو الفتوح. اذا الجبهه اليسرى جبهه قويه جدا سواء احمد ابو الفتوح او رمضان صبحي، جبهه كانت نوعا ما بتعمل لك العرضيات، بتعمل لك التحول من الدفاع للهجوم. ايوه يعني تحس ان الملعب كان مايل في منتخب مصر ان الهجمات كلها من الجبهه الشمال اللي فيها رمضان صبحي وفيها احمد ابو الفتوح. يمكن زي ما قلنا قبل المباراه ان كابتن شاو غريب هيلعب بالطريقه الدفاعيه اللي هي 3-4-2-1 او بتتحول في الحاله الدفاعيه ل 5-4-1، يمكن هو احمد ابو الفتوح بيرجع وكريم العراقي بيرجع فبقت بتتحول ل 5-4-1، يمكن لو شفنا الصوره هنلاقي ان هم واقفين بالظبط 5-4-1 زي ما قلنا قبل الاستوديو اهي، هنلاقي ان هو كابتن شوقي فكره من قبل البطوله اصلا ان انا هلعب بطريقه دفاعيه، هلعب بدفاع منطقه واحاول العب على الهجمه المرتده، فهو قدامنا الفيرود مصطفى محمد كلنا في وسط كله ورا الكوره، كله تحت الكوره، مصطفى محمد قدام واربعه تحتهم وخمسه ورا، 5-4-1 الاطراف رمضان صبحي على الشمال وصلاح محسن على اليمين، فده كان فكر كابتن شوقي غريب، حتى اهو دي برده صوره ثانيه بتاكد دفاع منطقه بيحاول هو برضو فكره ان الثلاثه دول بيلعبوا ثلاثه فلات، يعني ثلاثه فلات برضو بيعتمدوا على مصيده التسلل، يمكن هي فلتت منهم في واحده اللي هي جت في العارضه في القايم، لا وفلتت منهم في الثانيه اللي كان انفراد اللي هي بتاعت فنوعا ما الطريقه مش وحشه، الطريقه لا في شغل معمول في تكتيك، ولكن اللي ناقص المنتخب الاولمبي وهو التحول اكتر من الدفاع للهجوم، عمليه التحول يمكن عمار حمدي لما نزل عملها بشكل كويس جدا في نهايه الشوط الاول، عملها بشكل كويس جدا، لكن الشوط الثاني تراجع مستواه، بدا ان هو يحولنا نوعا ما من الدفاع للهجوم، ولكن لا كابتن شوقي لازم يراجع النقطه دي، دي السلبيه اللي انا شايفها في منتخب مصر، حته التحول من الدفاع للهجوم خاصه في الجبهه اليمنى. الحاجه الثانيه مصطفى محمد بصراحه مهاجم نموذجي جوه البوكس، وده اللي احنا قلناه قبل المباراه، ان مهاجم زي مصطفى محمد محتاج عرضيات من الاطراف، لازم تشغل العرضيه الوحيده والمحاوله الوحيده جابها جون، وتم اختياره رجل المباراه من قبل الاتحاد الافريقي، استلم الجائزه، فهو احرز هدف اكتر. ميزه مصطفى محمد ان هو مهاجم محطه، بيفوز بالتحامات هوائيه كتير، بيحضر الكره اللي جاي من تحت، الكره الوحيده اللي جايه لضربات الراس، يعني احمد ابو الفتوح عملها له عرضيه، فاحنا قلنا ان مصطفى محمد عشان تشغله لازم تعمل له كرات عرضيه، لكن طول ما المنتخب ما بيعملش كرات عرضيه مش هتاخد حاجه من مصطفى محمد، سواء كريم العراي او احمد ابو الفتوح، احمد ابو الفتوح اشتغل بشكل كويس جدا في الجبهه اليسرى على المستوى الهجومي تحديدا، واكتر لاعب عمل عرضيات استغلها مصطفى محمد من كوره، فده اللي احنا بنتكلم فيه، ان لازم الفتره الجايه العرضيات تكتر، طالما انت بتلعب بثلاثه ورا فلات يبقى لازم الباك اليمين والباك الشمال يزيدوا اكتر من كده، احمد ابو الفتوح بيزيدها، كريم العراقي يمكن زاد في مره او اتنين،
دي الفكره، انت بتلعب بثلاثه ورا عشان تريح الظهيرين، دايما الظهير الايمن والايسر لما يبقى بيلعب بثلاثه ورا بياخد اريحيه عشان يديك عرضيات، وبالتالي تقدر تستغل مصطفى محمد. على العكس صلاح محسن، صلاح محسن اتوظف كجناح يمين، توظيفه يعتبر يعني ايه، هو كان بيلعبها شويه في انبي، ولكن كان بيبقى فيه سرعات، في تحول اكتر، في مساحات فاضيه اكتر، ولكن اقل منك في السرعه. لكن هنا انت في المباراه النهارده لا، يعني اللي صلاح محسن كان هيبقى توظيفه مكان مصطفى محمد زي ما قلنا قبل المباراه كان هيبقى افضل، لان مصطفى محمد مثلا محتاج كره واحده زي دي، زي العرضيه اللي جات له جابها ضربه راس، لكن طول ما انت ما بتعملش عرضيات مش هتاخد حاجه من مصطفى محمد، لان هو راس ماله العرضيات. لكن صلاح محسن محتاج مساحات، محتاج لعيب سريع، محتاج سرعات، عشان كده النهارده ما بانش، لان هو انت موظفه كجناح يمين. فدي النقط اللي كابتن شوقي غريب محتاج اللي هو يعدلها، اللي هي نقطه التحول من الدفاع للهجوم الفتره الجايه، نقطه الربط برضو يا دكتور. يعني انا شايف ان مفيش ربط ما بين طبعًا الدفاع ووسط الملعب والهجوم. طبعا ما هي ان الكره بتتلعب طويله بس، طبعا عشان تتحول من الدفاع للهجوم لازم في البدايه يكون في ربط. ويمكن اصابه ناصر ماهر اثرت في الحته دي، ان هو حته الكونكشن ما بين الدفاع والهجوم دي اللي كان بيعملها بصوره مميزه قوي ناصر ماهر، فاتصاب. عمار حمدي نزل عنده حته السرعه والمهاره، لكن احنا معانا برضو الصوره اللي اخذ فيها مصطفى محمد الجائزه من قبل الكاف اهي، دي يمكن هو استلم فيها الجائزه من قبل الكاف كاحسن لاعب في المباراه، لان هو طبعا احرز هدف الفوز اكتر من فاز بالتحامات، يمكن الكره الوحيده اللي جات له حطها جون. مصطفى محمد برضو مهاجم مكسب سواء لمنتخب مصر او بصراحه لنادي الزمالك، مهاجم كويس جدا. يمكن التغييرات برضو النقطة المهمة الإصابات، النهاردة دي الإصابة الخامسة في أقل من يومين، يعني في الافتتاح اتصاب امبارح الاثنين اللي هم كان طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، والنهاردة اتصاب الثلاثة تغييرات، ناصر ماهر، مصطفى محمد، صلاح محسن، فأنت عندك خمسة لعيبة اتصابوا في يومين. والخمسة يعتبروا من اللاعبين الأساسيين يعني. طبعًا ناصر ماهر المهاجمين الأساسيين الاثنين اتصابوا، سواء يعني صلاح محسن، مصطفى محمد، وطاهر محمد طاهر الجناح، وناصر ماهر اللي هو اللي بيعمل لك الربط. فانت عمليه الاصابات الكتير اللي حصلت دي برضو سؤال يعني غريب شويه. في بعض الاصابات اكيد قدريه. كابتن شوقي غريب بيقول ان ده بسبب الجهد او الشد العصبي لمباراه الافتتاح او لمباريات الافتتاح، وان منتخبنا الوطني الكبير يعني كان عنده ان المنتخب الوطني الاولمبي يعني شايل حمل المنتخب الوطني وخروج المنتخب الوطني. حقه طبعا، بس اتمنى ان هو يكون مجهز البديل. يعني انت مختار قائمه، القائمه كامله 21 لاعب، اكيد لازم تكون انت وانت مختار البديل الكفء. يعني النهارده لما يتصاب ناصر ماهر احنا بنشوف عمار حمدي قدها بشكل كويس جدا، لكن بعد كده الاصابات لما تكتر لازم تكون دي قائمه في البطوله المجمعه، لازم تكون القائمه ال 21 لاعب يكون هو مقتنع بيهم 100% ويكون هو حاطط البديل، هو اللي هيسال في حته الاصابات ديت. برضه ما ننساش محمد صبحي، محمد صبحي واحد من مكاسب المباراه، صراحه قدم مباراه كبيره جدا، وهو سر من اسرار برضه التعادل. يعني كان ممكن النتيجه تقلب تعادل، ولكن هو سر من اسرار الحفاظ على نتيجه 1-0. يمكن هو انقذ هدفين محققين، تصدى صحيح للتسديدات 3 من 3، يمكن خرج من المرمى برضه لابعاد هجمه مؤثره مرتين. محمد صبحي حارس نادي الزمالك قدم مباراه كويسه جدا، الحارس واحد من نجوم المباراه. الثلاثه اللي ورا انا شايف ان اسامه جلال قدم مباراه كبيره برضو، احمد رمضان بيكهام يمكن ممكن تستغله برضو في وسط الملعب، لان هو عنده حته ميزه التمرير الطولي، عنده الرؤيه، فممكن لو اتزنقت مثلا حصل اصابه في وسط الملعب او كده ومحتاج تقفل، يبقى ممكن تستغل احمد رمضان بيكهام في المكان ده. محمد عبد السلام النهارده بيلعب في مكان جديد عكس مكانه مع نادي الزمالك، بيلعب في دور الليبرو اللي هو الثالث اللي هو بيبقى في وسط الاثنين المساكين. فمحمد عبد السلام بصراحه عمل دور كويس، يمكن هم عبهم الكورتين الثلاثه اللي ورا قدموا مباراه كويسه، ولكن عبهم الكورتين اللي جت كوره جت ما بين اسامه جلال وكريم العراقي اللي اتعملت عرضيه، والكوره الثانيه اللي هي كانت وقعوا كلهم في مصيده التسلل. من هو افضل لاعب في المباراه من وجهه نظرك او من حسب الارقام؟ احمد فتوح، احمد ابو الفتوح افضل لاعب بالارقام، هو صنع اهداف، صنع هدف، اكتر لاعب عمل عرضيات، ثاني اكتر لاعب صنع فرص، ثاني اكتر لاعب حصل على اخطاء. احمد فتوح بصراحه قدم مباراه كويسه جدا، يلي رمضان صبحي، يلي برضو الحارس محمد صبحي، يلي مصطفى محمد. اذا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاولمبي خلال المباريات القادمه، عندنا مباراه مهمه جدا وصعبه جدا يوم الاثنين القادم ايضا في استاد القاهره. كل امنيات طيبه ان يكون هناك تواجد جماهيري اكبر من التواجد الجماهيري النهارده، لان المنتخب الحقيقه في حاجه الى دعم جمهوري، جمهور كبير جدا ان شاء الله خلال المباريات القادمه.
انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله اليوم الاثنين نبقى فيه المباراه افضل من النهارده باذن الله. شكرا لحضرتك وباذن الله بالتوفيق لمنتخب مصر باذن الله في باقي البطوله باذن الله ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. انتهت المباراه الافتتاحيه لمنتخبنا الوطني الاولمبي ضد منتخب مالي بفوز منتخبنا الوطني الاولمبي بهدف مقابل شيء احرزه رجل المباراه من قبل الفيفا مصطفى محمد. ان شاء الله كل الامنيات الطيبه والحصول على اول 3 نقاط في الطريق للعوده الى اولمبياد طوكيو القادمه ان شاء الله في الصيف القادم. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الاولمبي في المباريات القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش غدا عندنا حلقه مهمه جدا 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 في برنامج سهره مع النجم الكبير وهو رئيس لجنه التخطيط في النادي الاهلي كابتن محسن صالح على الهواء مباشره. هتشرف بالتواجد مع حضراتكم ان شاء الله بكره في تمام الساعه 11 مساء وحلقه جديده ومفاجاه جديده من مفاجات قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وانتظرونا غدا في تمام الساعه 11 وحلقه جديده من سهره معنا.